المصرف المركزي الأوروبي أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير كما كان مقررا بعد اجتماع مجلس صناع السياسة النقدية الشهري في باريس. المعدل لا يزال عند مستوى 0.5% وهو أدنى مستوى له. الاجتماع يأتي على خلفية تباطؤ التضخم إلى أدنى مستوى والانتعاش الهش في منطقة اليورو وتقلب أسعار الفائدة في السوق. من المرجح أن يفصح رئيس المصرف ماريو دراغي خلال مؤتمر صحفي اليوم عن خطواته القادمة، لا سيما وأنه أثار الأسبوع الماضي إمكانية القيام بتحرك ما، قائلا إن النظام المصرفي يمكن أن يدعم بقروض طويلة الأجل إذا لزم الأمر.